بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المشاهدين، تحية طيبة وبعد. طبعا أنا سعيد جدا جدا لأن بلتقيكم من جديد، وبشكركم طبعا على التفاعل وعلى عدد المشاهدات الكبيرة دي، وهرجع تاني وأقول لكم دعمكم الكبير لينا هو اللي مخلينا مستمرين. قبل ما أتكلم في الأخبار، طبعا في ناس كتيرة جدا بتسأل على الأستاذ عبد الناصر زيدان، وناس كتيرة برضو سألت على الحالة الصحية لزوجته ووالدته. الحمد لله الأستاذ عبد الناصر زيدان بخير، وزوجته ووالدته الحمد لله أجروا عمليات جراحية وخرجوا من المستشفى، وهم دلوقتي موجودين في المنزل، وإن شاء الله ربنا يتمم شفاهم على خير. نبتدي بقى أخبارنا. رئيس نادي الزمالك مش عايز يطلع رامز جلال من دماغه. عمل فيديو كان وشه أحمر فيه عيني ومقهور والدموع في عينيه، أقسم بالله الدموع في عينيه. تقدروا تخشوا على القناة بتاعته على اليوتيوب تتفرجوا على الفيديو، يعني هتضحكوا من منظره هيموت. واحد يقول لك ازاي يا رامز تقول ان انت ارجل واحد في مصر، ازاي رامز، وهيموت. وطبعا طول لسانه على الاستاذ مكرم محمد احمد. استاذ مكرم محمد احمد ده قامه وقيمه، وعايز اقول لكم حاجه، في التسعينات كان رئيس نادي الزمالك يتمنى ان يقف كده قدام مكرم محمد احمد. يتمنى مكرم محمد احمد هو الصحفي الوحيد في مصر اللي الجماعات الاسلاميه اللي كانت بتتبنى الارهاب في التسعينات التقطته واتكلمت معاه وعملت معاه حوارات، وبلغوا وزير الداخليه وقتها قالوا احنا عايزين مكرم محمد احمد هو اللي يتكلم معانا وهو اللي ينشر لنا حواراتنا. ليه؟ علشان عندنا ثقه في قلم الراجل ده. كان رئيس نادي الزمالك يتمنى يحلم انه يشوف مكرم محمد احمد بعينيه اللي طالع يلسن عليه ويتطول عليه. فطبعا فرق كبير جدا بين استاذ الاجيال في الصحافه مكرم محمد احمد وبين رئيس نادي الزمالك اللي خرج وتطاول عليه، لان طبعا تاريخ مكرم محمد احمد واللي عمله لمصر تاريخ كبير جدا جدا. اما رئيس نادي الزمالك من وجهه نظري ما عملش اي حاجه خالص لمصر. فده طبعا موضوع مهم. يعني المهم رامز لسه قاهره ولسه تعبه، برضه طول لسانه على الاستاذ عمرو اديب وبيقولوا الملايين اللي معاك دي كلها جبتها منين يا عمرو؟ هو انت ما تعرفش ان عمرو اديب يبقى ابوه عبد الحي اديب؟ وعبد الحي اديب ده كان صحفي كبير وكاتب كبير، وعبد الحي اديب راجل روائي وسيناريست كبير، واول واحد عمل مساله توزيع الافلام في الخليج والحاجات دي، وعارف علاقاته وصداقاته برجال الخليج وناس المجلات اللي كانت بتطلع وكانت بتطبع هنا في مصر. ما تعرفش عمرو اديب جاب فلوسه منين؟ طب احنا كلنا عارفين عمرو اديب جاب فلوسه منين؟ عارفين ان ده ابو عبد الحي اديب. عبد الحي اديب اللي في السبعينات هو اللي كان بيعمل السينما والروايات كلها في المنطقه العربيه، احنا عارفين مين عبد الحي اديب. فبالتالي طبيعي عبد الحي اديب اللي الناس كلها عارفه فلوسه جت منين وعارفه القنوات الشرعيه لفلوسه، طبيعي عياله يبقى معاهم فلوس. ده طبيعي، قنوات شرعيه احنا عارفينها، كل الناس عارفه الله يرحمه مين عبد الحي اديب، وكل الناس عارفه قرب عماد اديب شقيق عمرو اديب. وعماد اديب ده من الناس المحترمه جدا 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 جدا، وصحفي لا غبار عليه طبعا، استاذ. عارفين قوه وعلاقه وقلم عماد اديب، وعارفين المجلات اللي كان بيشرف عليها عماد اديب، وحجم الاعلانات اللي كان فيها، وحجم البيع طبعا قبل فتره النت والكلام ده، كلمكم في التسعينات وبدايه الالفينيات، يعني ما اقولكوش يعني. طبعا عماد اديب معروف يعني. فرئيس نادي الزمالك طلع يقول له عمرو انت جبت فلوسك منين؟ طب عمرو اديب معروف فلوسه جت منين؟ وكمان راجل مذيع وطبعا بياخد مبالغ كبيره، ربنا وسع رزقه، برضه طالع يهاجم الاستاذ وائل الابراشي، وهيفضل يهاجم وائل الابراشي لان وائل الابراشي ما بيردش عليه على التليفون. طبعا الاستاذ وائل الابراشي يعني ما يزعلش من كلمه وائل الابراشي دي، انا طبعا راجل بقدره وراجل صحفي اكبر مني وراجل تاريخ في المهنه وراجل قامه وقيمه وراجل طبعا مذيع ناجح جدا جدا وانا من مشاهدينه. فهو طبعا بيهاجم الاستاذ وائل الابراشي علشان الاستاذ وائل الابراشي ما بيردش عليه. والموضوع ده تعبه شويه، بعته رسائل، رد يا وائل، يا وائل رد، يا وائل عيب عليك انا مرتضى، يا وائل انت ناسي ولا طبعا الاستاذ وائل منفض له
بيردش عليه، فراح طالع مهاجمه. المهم رامز طبعا زي ما انتم عارفين مستمر، ورئيس نادي الزمالك انا عرضت لكم امبارح ان هو بيحاجبه من 2017، وكل سنه رامز ينتصر ويكريته ورامز مكمل، ورئيس الزمالك لسه قاعد مقهور وبيموت ووشه عين الدموع في عينيه، ورامز يعني حاطط له سيخ في ودانه. شوف كده، انت لما تجيب سيخ تعديه من الودن دي وتطلعها في الودن دي، حاطط له سيخ في ودانه، مجننه بامانه ربنا، مجننه يعني، وهيفضل مجننه طول شهر رمضان لحد شهر رمضان المبارك ما يخلص وبرنامج رامز يخلص. عندنا بقى نجل رئيس النادي قال تصريحات امس انا تناولت جزء منها، وفي حاجه مهمه ما رضيتش اتكلم فيها لحد ما اتاكد منها واسال فيها علشان اقول لكم المعلومه الحقيقيه. نجل رئيس النادي قال لك ان انا كنت بدي مكافئات لكهربا من جيبي لما كان بيجيب اجوان. طبعا نجل رئيس النادي المشرف على فريق الكوره، انا اقصد نجل رئيس النادي المشرف على فريق الكوره. انا تواصلت مع حد قريب جدا جدا من كهربا، وكهربا ممنوع انه يتكلم في امور الزمالك بامر من اداره الاهلي. فالمهم كلمت مع حد قريب جدا جدا من كهربا، وقال لي المشرف على فريق الكوره في نادي الزمالك كذاب، لان كهربا ما كانش بيحبه وما بيتعاملش معاه. وقال لي ان المشرف على فريق الكوره ده كان اتم في نفسه، وكهربا ما كانش بيحبه ولا ليه اي تعامل معاه. ونجل رئيس النادي كذاب، لا ادى مكافئات لكهربا ولا طلع فلوس من جيبه، ولا كهربا عمره خد منه حاجه ولا تعامل معاه. واداني بقى مفاجاه، قال لي كهربا كان بيتعامل مع شقيقه احمد اللي هو برضه نجل رئيس النادي، وقال لي كهربا كان قريب من احمد وكان دايما يكلموا بعض ويبعتوا رسائل لبعض قبل طبعا ما يجي المشرف على فريق الكوره ده يتولى فريق الكوره ويعمل كلاش وخلافات مع كهربا ويسخن ابوه على كهربا. قال لي يعني قبل وجود نجل رئيس النادي المشرف على فريق الكوره، قبل وجوده وقبل توليه المنصب، كانت علاقه كهربا طيبه جدا جدا برئيس النادي وباحمد ابن رئيس النادي. كانت علاقه طيبه جدا جدا، وقال لي هو كان دايما يتواصل مع احمد نجل رئيس النادي ويتكلم معاه. اما الشخص المشرف على فريق الكوره ده قال لي لا كان بيحبه ولا يتكلم معاه ولا يتواصل معاه ولا اي علاقه معاه علشان يروح يقول له اديني فلوس ولا ياخد منك فلوس. وقال لي كهربا راجع من السعوديه زي ابوه ما قال، يا كهربا انت عملت لك 100 مليون جنيه في السعوديه. اه كهربا عمل ملايين في السعوديه، والناس المقربين منه ما بينكروش، بيقول لك ربنا كرمه والحمد لله وعمل فلوس كويسه جدا في السعوديه. مع احترامنا 500000 جنيه ولا 100000 جنيه ولا 200000 جنيه ايه؟ مسألة كهربا في نادي الزمالك انه كان صعبان عليه، ان الراجل بيبذل مجهود كبير في الملعب وبيقدم مستوى جيد ومن نجوم الفرقه وكان مهضوم حقه في العقد. بس لكن لا كان ليه اي علاقه بنجل رئيس النادي اللي هو المشرف على فريق الكوره، ولا كان صاحبه، ولا كان بيتكلم معاه، ولا كان طايقه خالص. ولما هو تولى مسؤوليه الشرف على فريق الكوره بدات الضغينه والمشاكل بين كهربا وبين رئيس نادي الزمالك، لان الاخ ده المشرف على فريق الكوره كان بيوصل كلام غلط لوالده عن كهربا. والدليل ان رئيس نادي الزمالك قال مره واثنين وثلاثه هعدل عقد كهربا، كهربا من لعيبه رجاله، كهربا جاب لي الكونفدراليه، كهربا لعيب محترم. نجل رئيس النادي المشرف على فريق الكوره راح سخنه وقال له لا ما تعدلوش دلوقتي، مش مهم، ما تعدلش العقد، لحد ما خنق كهربا وضايق كهربا، وطبعا حصلت مشاكل، وفي الاخر كهربا راح نادي افيس البرتغالي. فالكلام اللي قاله نجل رئيس النادي مش مع فريق الكوره ان انا كنت بطلع فلوس من جيب الكهربا ما حصلش، كلام كذب، تصريحات في شنك، كهربا لا كان بيحبه ولا بيطيقه ولا بيتعامل معاه. او مش مع فريق الكوره ما كانش بيتعامل معاه خالص نهائي، ولا لسانه كان بيطبق لسانه ولا اي علاقه بيه. كانت علاقته كويسه باحمد اللي هو الابن الاخر لرئيس النادي. هي دي الحقيقه، وانا بقول لكم الحقيقه زي ما جات لي، زي ما جات لي بنقلها لكم. الناس القريبين من كهربا قالوا لي هو كان علاقته طيبه باحمد اللي هو ابن رئيس النادي التاني، كانت علاقته طيبه وكانوا دايما على تواصل مع بعض ويقابلوا بعض ويتكلموا مع بعض في التليفون، وقال لي كانت العلاقه طيبه جدا جدا. وزي ما جات لي بقولها لكم، كان ممكن اقول لكم لا ده علاقته وحشه جدا بكل عيال رئيس النادي، لا لا انا بنقل لكم الحقيقه. ناس قالت لي علاقته باحمد كانت طيبه جدا، كانت جيده جدا، وكان دايما على تواصل مع بعض. اما الاخ مش مع فريق الكوره ده كان اتم في نفسه، كهربا ما بيحبوش ولا كان بيعبره ولا بيسال فيه، موجود زي عدمه، عمره ما راح يتكلم معاه ولا قال له اي كلمه ولا اي حاجه. فمساله انه كان بيطلع فلوس من جيبه يديها الكهربا دي تصريحات فشر الفشر، كلها تصريحات في شنك لم تحدث. وجبت لكم رد من الاخر
بخصوص الموضوع ده، وانا امبارح ما رضيتش اتكلم فيه لحد ما اسال فيه علشان اجيب لكم الحقيقه والمعلومه الصادقه. عشاقكم متابعين قناه العلم الكبير الاستاذ عبد الناصر زيدان، اتمنى لكم اوقات طيبه والتقيكم باذن الله في فيديوهات جديده. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمام.